أهلا بكم من جديد. قال معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للأعمار والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة إن العمل وفقا لمبدأ تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية لم يعد خيارا بالنسبة إلى الحكومة والمستثمرين على حد سواء، بل أصبح واقعا فرضته الظروف المالية الصعبة التي تواجه البحرين والمنطقة، والتي لا بد من التكيف والتعامل معها بحلول عملية بهدف خلق بنية تحتية تتصف بالاستدامة. وخلال لقاء معاليه بممثلي جمعية التطوير العقاري البحرينية، شدد على الدور الذي يلعبه المطورون العقاريون في الدفع بواحد من أهم القطاعات التي تمثل أحد أركان النمو الذي يشهده الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين، فضلا عن الأهمية التي بات يشكلها هذا القطاع على صعيد الشراكة الناجحة والمتميزة مع القطاع العام في ملف السكن. ومن جانبها أعربت الجمعية في بيان لها وبصفتها ممثلا عن قطاع التطوير العقاري في البحرين عن تأييدها ومساندتها للإجراءات الحكومية المتخذة في سبيل تحقيق عنصر الاستدامة والاستمرارية للبنية التحتية في مملكة البحرين. وللحديث حول هذا الموضوع معنا عبر هاتف النشرة الاقتصادية الأستاذة إيمان المناعي، خبير عقاري عالمي معتمد. مساء الخير أستاذة إيمان، وبداية، ما مدى أهمية تطبيق مبدأ استرداد كلفة البنية التحتية في ظل الظروف المالية الاستثنائية؟ هلا مساء النور. وفقا لما ذكر سمو نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله، بالنسبة لهذا المبدأ في تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية، مثل ما ذكر سموه أنه ما عاد خيار بالنسبة للحكومة أو المستثمرين، هو واقع فرضته الظروف المالية مش فقط في مملكة البحرين ولكن العالمية، واللي من واجبنا كمطورين وشركات تطوير عقاري أو مستثمرين أن احنا نتعامل معاها بشكل عملي وإيجابي. الحكومة ما نقفل أن لسنوات طويلة هي مولت ونفذت البنية التحتية بالمجان، ولكن الظروف السائدة في الوقت الحالي هي اللي حتمت أن كافة الأطراف تتحمل هذه المسؤولية، وهذا يعود بالنفع المباشر والأول على المواطنين. في أن تخصص الميزانية لجوانب أخرى لها أولوية أكبر على المواطن، إن كانت في الصحة، إن كانت في التعليم أو في الإسكان، وهذه بحافظ مثل ما ذكر سموه على ديمومة هذا القطاع الحيوي في المملكة. نعم، ما هي توقعاتكم للمشهد العقاري المستقبلي أستاذة إيمان، خصوصا بعد استرداد كلفة البنية التحتية؟ طبعا القطاع العقاري هو ثاني أكبر قطاع في اقتصاد المملكة، أهميته أهمية كبيرة في الشراكة الناجحة بين القطاع العام والقطاع الحكومي. ومن خلال الرؤية الملكية 2030 اصدرت كثير من القرارات والمراسيم كلها تصب في مصلحة هذا القطاع، وآخرها اليوم بقرار موافقة مجلس الوزراء على إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري. نعم. اللي أبارك لنفسي أولا كوني عقارية، وللعقاريين كافة بمختلف القطاعات والمستثمرين في مملكتنا الغالية. نعم. هذه المؤسسة بتكون نقلة نوعية في تنمية هذا القطاع العقاري وتعزيز البيئة الاستثمارية، وبيعطي للمستثمرين باختلاف جنسياتهم ثقة كبيرة في السوق العقاري البحريني اللي أثبت كفاءته على مدى السنوات اللي طافت بالرقم من التأثيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، أنه سوق قوي ثابت بسبب القوانين والأسس. نعم. والحكومة الداعمة له بمختلف جوانبه. نعم، الأستاذة إيمان المناعي، خبير عقاري عالمي معتمد، شكرا جزيلا لك. أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن الربع الثالث من العام الجاري، وذكر التقرير أن قيمة إجمالي الواردات السلعية نحو 1.204 مليار دينار، بنسبة ارتفاع بلغت 18% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
هذا وتحتل الصين المرتبة الأولى في حجم الواردات تليها الإمارات العربية المتحدة، بينما تأتي السعودية في المرتبة الثالثة من حيث حجم الواردات. في المقابل ارتفعت قيمة إجمالي الصادرات وطنية المنشأ بنسبة 17%، حيث بلغت 465 مليون دينار، واحتلت السعودية المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات وطنية المنشأ. وعلى صعيد الصادرات وطنية المنشأ حسب السلع، تأتي أسلاك الألمنيوم في أعلى قائمة أكثر السلع تصديراً خلال الربع الثالث من العام الجاري، تليه خامات الحديد ثم خلائط الألمنيوم الخام. أعلنت شركة ألفا فينتك في سنغافورة عن خططها لدخول سوق دول مجلس التعاون الخليجي ذات النمو المرتفع، وذلك بالتعاون مع شركة فينوكريسي في البحرين. وتتخصص شركة ألفا فينتك في حلول الدفع التي تمكن البنوك من التأسيس بسرعة لشراكات جديدة مع الشركات والتجار التجزئة من دون الحاجة لعملية طويلة ومعقدة. وقد رحب مجلس التنمية الاقتصادية بهذا التحالف، حيث أكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي أن فتح المجال أمام الشركات ورواد الأعمال في البحرين للاستفادة من خبرات مراكز التكنولوجيا المالية العالمية يعتبر بمثابة أحد المفاتيح لتوفير البيئة المثالية وتحفيز النمو المستقبلي. والآن نترككم مشاهدينا مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع إغلاقات البورصة لنهاية التعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين، حيث أقفل المؤشر العام في المنطقة الخضراء عند مستوى 1276 نقطة بارتفاع نسبته 0.87%، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقطاع الخدمات. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2,173,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 596,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 107 صفقات. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 60% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة. ونتابع الآن مع إغلاقات البورصات الخليجية، وكما نلاحظ على الشاشة فقد أغلقت معظم البورصات في المنطقة الحمراء. ونأتي للسوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 6884 نقطة منخفاض طفيف بلغت نسبته 0.2%. وبالنسبة لبورصة الكويت فقد أغلقت عند مستوى 6598 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 0.37%. وبالنسبة لسوق دبي المالي فقد أغلقت عند مستوى 3641 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.64%، وكانت الرابح الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم.